اليوم جيتكم بأفكار لتنظيم المطبخ. أول حاجة درتها خديت أن كارتون وحكمت هذا غطاء العلبة، وسييت بواسطة القلم أني نطراسي هاد لافورم، لأنه هاد لي تلت أشكال اللي تشوفوا فيهم راح يكونوا لي زيتيكات تاعي. هنا بعد ما قصيتهم بالمقص ناخذ هذاك لو كوريكتور اللي يمد اللون الابيض، ونبدا نكتب انا واش راح ندير في السله تاعي. انا درت حندير سله لي بواط، سله لي سيرفيات، وثالث سله لي لاليمونطاسيون. بواسطة لو بيستولي اكول راح نلصق هذوك لي زيتيكات تاعي، وشوفوا الشكل كيفاش يجي. اول سله انا هنا راح ننظم لي بورت مونجي تاعي ولي بواط تاعي اون بلاستيك بهم بالخطوات تاعهم بهذا الشكل. انا هنا في السله الثانيه راح ننظم لاليمونطاسيون. واش معناتها عندي باغ اكزومبل لي لونتي ولا الحمص ولا السكر غلاس ولا المكرونه، نحطهم في لي بواط تاعهم، وهذوك لي ساشي اللي يبقاو لي واش ندير؟ نحكم هاد لي بانسات. دونك السله الثالثه ان شاء الله راح ننظم لي سيرفيات لي باي، وحننظم معاهم نعم لو بابي ابسوربون. ونعدل لي كوربي تاعي في ليطاجور اللي راح نحطهم فيهم. الى اللقاء.